5 وحدات قتالية لدى حزب الله على صعيد التواجد الجغرافي، أبرزها وحدة الرضوان التي تأسست عام 2006 وظهرت مؤخراً إلى واجهة التصعيد بين الحزب وإسرائيل. اغتيل قائدها وسام الطويل في 18 من يونيو الماضي، لتعلن إسرائيل بعدها بشهرين اغتيال القيادي الكبير في القوة رئيس المنظومة الاستراتيجية في الحزب فؤاد شكر، وبعدها بشهر اغتيل رئيس العمليات في وحدة الرضوان إبراهيم عقيل. أما وحدة عزيز الممتدة من القطاع الشرقي من منطقة الجنوب حتى البقاع الغربي والمسؤولة عن تأمين التقدم لقوة الرضوان الخاصة والتعامل مع نشاطات الوحدات الاستخباراتية الإسرائيلية، اغتالت إسرائيل قائدها الحاج أبو نعمة في 3 من يوليو لهذا العام. سلسلة الاغتيالات شملت أيضاً قائد وحدة النصر المتواجدة في جنوب لبنان، وهي الوحدة المختصة بجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات دقيقة ضد أهداف معادية. تنضم إليها وحدة بدر التي توفر الدعم والتجهيزات اللازمة للوحدات الأخرى، وأخيراً وحدة حيدر التي تتواجد في مناطق البقاع الأوسط وبعلبك والهرمل. وكانت إسرائيل قد عرضت صورة معلنة القضاء على 6 قيادات لوحدات مختلفة من داخل حزب الله، ومتواعدة باستهداف من بقي منها. سنقضي على جميع الجهات في حزب الله التي تشكل تهديدات ضدنا، كما قضينا على معظمهم سابقا. أما على الصعيد الوظيفي فلدى الحزب العديد من الوحدات، منها الوحدة الصاروخية ووحدات المدفعية والسلاح الجوي والبحرية ووحدة ضد الدروع، وتتخصص كل منها بمهمة مختلفة عن الأخرى.